اهلا بحضراتكم من جديد. يعني رحنا للتقرير الصوتي ورجعنا خدنا بطوله بس في ال 30 ثانيه دول. انا يعني بتكلم بجد مش بهزر. شباب الطايره تحت 19 سنه بقياده الكابتن حسام شعراوي فازوا ببطوله الجمهوريه حالا بعد ما فازوا على سموحه في المباراه اللي كانت بتقام دلوقتي واحنا طالعين البرنامج. ادي الكاس الثامن، رحنا فاصل ورجعنا كاس ثامن دخل النادي الاهلي. خليكم بس عدوا معانا عشان ان شاء الله الكؤوس الفتره الجايه هتزيد يعني بشكل كبير لان المنافسات في اخرها ان شاء الله.